أهلا بكم في هاي الدورة. إحنا طورنا 3 ألعاب على برنامج Unreal Engine، واحدة منها راح نستخدمها على جهازك المحمول، راح نجربها نختبرها. إحنا بنعمل كل هذا الشغل بدون كتابة سطر واحد من أسطر البرمجة، لأنه راح نستخدم نظام البلو برينت، نظام مخططات في برنامج Unreal Engine. البلو برينت في برنامج Unreal Engine هي طريقة لتصميم الألعاب بدون البرمجة. راح نبدأ بتعلم أساسيات المخططات بطريقة بسيطة وبتطبقها معي بنفس الطريقة اللي أنا بعملها. بعدين راح ننتقل للعبتنا الأولى، بنصمم اللعبة لعبة الكورة بإضافة الحركة وجمع الذهب. بعدين بنضيف التأثيرات الخاصة مثل المتفجرات وإضافة النصوص على الشاشة، والانتقال بعدين بين المستويات وتخزين اللعبة والحركة الغريبة. وبعدين راح نتعلم غير هيك أشياء كثير ثانية. بعدين بنصمم لعبة مختلفة تماما، هذه اللعبة لعبة الارتداد ذات الكورة. هذا النوع من الألعاب كان مقتحم السوق بالنسبة للألعاب الخفيفة. راح نتعلم نظام التصادمات والخواص الفيزيائية ورسائل حالة اللعبة ونظام النوافذ. آخر إشي بننتهي بلعبة مثل المتاهة مصممة للجهاز المحمول، راح نستخدم أدوات مجانية كلها من شركة Unreal Engine. في هاي اللعبة راح نستخدم الشخصيات وراح نتعلم كيف نحركها، المدينة والشخصيات وكل التأثيرات في اللعبة مجانية تماما. راح نتعلم كيف ننتقل بين الشخصيات حتى نحل الألغاز في الحلقة. تنتهي بنقل اللعبة للجهاز المحمول حتى نختبرها على الجهاز قبل ما ننشرها. هذه الدورة كاملة بتعلمك كل أساسيات تصميم الألعاب على برنامج Unreal Engine. راح نتعلم كيف نصمم مستويات جميلة، وكل المواد اللي راح نستخدمها موجودة ومجانية على متجر Unreal Engine. بالتوفيق، في أمان الله، أهلا فيكم، اشتركوا معنا.